واتس جايز ويلكم باك تو ماي نيو فيديو. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ هلو بالجميع، هلو بالجميع. طب يا شباب، فيديو النهارده رده فعلي على مباراه ليفربول وايفرتون، الديربي الميرسي سايد، فاتمنى اتفرج على ماتش حلو ليفربول بعد ما حرفيا اتحرق دمي جدا وزوري كان رايح، وكنت خلاص لحد دلوقتي يعني عندي سخونيه وصداع كبير بسبب مباراه منتخب مصر ومنتخب لبنان. فاتمنى اتفرج على ماتش حلو يشيل عني اللي حصل في مباراه مصر يعني. طبعا النهارده المباراه النهارده على ارض ايفرتون، وده ديربي الميرسيسايد. فبسم الله اتمنى والنبي ليفربول تكسب. بسم الله الرحمن الرحيم. ركنيه اولى كده في الدقيقه الاولى، لايقه تصدقني نفس التشكيله بتاعت الماتش اللي فات بتاع ساوثامبتون، بس الفرق كوناتي طلع وماتيب نزل مكانه. قول لي ماتيب بس لو كان ينشل يا اتوقع باذن الله الماتش ده يخلص 3-1 لليفربول. بسم الله. حلوه ليفربول بيلعب ضغط عالي. يلا بقى عاش. لا هو صلاح قصير قوي. ايوه صح. صلاح، لا يا جدعان مش من اول، بالله والنبي من اولها كده. لا ضغط عالي من ليفربول في اول دقيقتين، ثلاث هجمات كده على السريع، تك 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 على طول في دقيقتين ثلاث هجمات، يعني كل دقيقتين هتلاقي ثلاث هجمات. بزر والله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب باذن الله المهم ليفربول يجيب ثلاثه، بس اتمنى الكلين شيت، بس انا حاسس ان في جول هيجي في ليفربول. ايفرتون غير ساوثهامبتون خالص، فايفرتون حلوه هجوميا يعني. شفتوا يا جدعان صح اللي حصل؟ كوناتي وماني وصلاح التلاتة قالوا احنا مش هنلبس اللي هو الروبوت بتاع ها يعني، مش هقدر اقول بتوع مين يعني، بس انتوا المفروض تفهموا يعني. ستعاني وستتألم اليوم يا لوكا من امام محمد، كرة في العمق لهندرسون، استلمها هندرسون لتياجو الكانتارا، التغطية من لوكا دين بصعوبة يخرجها ركنية. اوبا محمد صلاح شفت اللعبة لوب ازاي لهندرسون؟ يا لعيب ايه الحركة دي؟ دي صعبة قوي، دي في حتة ضيقة جدا على لعبها له لوب كده. عايزين محمد صلاح يجيب جول الماتش ده يا جدعان، لازم. ما جابش في ساوثهامبتون. يا رب يا صلاح شايف يا عم رجلك شوية. ومحمد وخد الجول، الفرصة الثانية لصلاح في ظرف 7 دقائق. يا عم صلاح تاني فرصة، هو والله العظيم هو في ايه؟ روبرتسون شوتر جول، هندرسون جول، بس الحمد لله. بص الكرة ساديو ماني الصراحة برافو عليه. هو انا حاسس ان ساديو ماني كان تسلل، قول لي لو ساديو ماني كان تسلل. بوم، الله على هندرسون، الله عليك. الحارس ما شافهاش اصلا، جميلة. صلاح جاب جول، البث عندي كان واقف فين؟ عايز اشوف الهدف. عاش يا ابو صلاح، الحمد لله ان انا كنت عايزه، بس اشوف الهدف بس. فين الهدف؟ جمال ايفرتون بتقول مع السلامه. جمال ايفرتون مشيت في ال 20 دقيقه الاولى لسه. جول، كنت عارف والله. مش انا قايل لكم ايفرتون هتجيب جول وش بسبب الاستهتار ده؟ جابوا الجول الثاني وناموا. هو بس كل ما نسجل جول ننام اكتر، كل ما نسجل جول ننام اكتر. الشوط الاول خلص، نص الشوط الاول كان ليفربول ونص الشوط الثاني ايفرتون وسنه ليفربول، بس ده اختصار شديد يعني. وليفربول باين مش عارف هدوا اللعب ليه، ده اوامر من يورجن كلوب ولا من ايه؟ بس انا اتخنقت منك يا كلوب والله، ليه هدي اللعب؟ ليه واحنا مسيطرين؟ احنا مسيطرين، ليه نهدي اللعب؟ ليه؟ يا جدعان انا عايز افهم حاجه، ليه نهدي اللعب واحنا مسيطرين؟ جبنا الجول الثاني، كنا نجيب الثالث والرابع والله العظيم كنا نجيب 1-2-3. ايفرتون ما كانتش لامسه كوره، اسالوا المعلق، اسالوا حفيظ دراج كان شغال ليفربول. يا
يقول لك ليفربول خانق الايفرتون لمده نص ساعه كامله. ليفربول خانق ايفرتون لمده بعد كده ما شفناش ليفربول. اشوفكم الشوط الثاني على خير وسلام يا اسطى. الشوط الثاني بدا يا اسطى اجواله اجواله تحفه يا جدعان والله العظيم. سيبك من انه مصري ولا الكلام ده كله، اجواله حلوه فيها تركات كده، فيها تركايه، مش بيشوط ويخلص ويطفش ومش عارف، يا اما بيلعب سبين يا اما بيمرقص يا اما بيعمل حاجه في الكوره. يا لهوي صلاح دي لو كانت جت جون. فان دايك اللي هيشوطها ولا ايه؟ فان دايك اللي هيشوطها؟ ايه الهبل ده؟ هو في ايه؟ ارنولد خايف يشوط ولا هو مش قادر؟ يوه يا لهوي يا تياجو، يا لهوي يا تياجو ما جاتش. فان دايك كان واقف قصاده، فان دايك كان واقف قصاده. يا ربنا عايزين جول تاني. دييجو جوتا اقسم بالله ما جه الماتش. يلا صلاح يلا صلاح جو جو. ايوه يا صلاح يا عالمي، ايوه يا صلاح يا عالمي. ايه ده؟ اديله اديله. الله عليك يا ابني الله عليك. بص سكت كل جماهير ايفرتون، سكتهم كلهم. شفتوه اصلا؟ شفتوا اللقطه في الشوط الاول لما كانوا عايزين يضربوه، لما كان راح ياخد الكوره من الركنيه؟ ابلعوا بقى والله العظيم كانوا عايزين يضربوه، اقسم بالله جاي تحت ال اوف. بص بص الشماريخ اللي ضربت في الارض، شماريخ في الارض من ليفربول عشان ديربي. انا هوي بص الشماريخ، بص الشماريخ، بص الشماريخ والكنابل الدخان بقى وبتاع. ديجو جوتا، ديجو جوتا جاب جول. نشوف يا مسهل. بسم الله 4-1 يس. جماهير ايفرتون هتمشي اهي. نشوف نشوف جوتا هيجيب الجول بتاعه عامل ازاي. جماهير ايفرتون مع السلامه. فين بقى؟ بسم الله نشوف كده اهو جوتا. حلوه اوه حلوه قوي، لعبها في السقف. 4-1 يلا بقى خامس بقى. احنا طماعين. انا طماع اجوال. انا طماع اجوال. صلاح عمل رقمين تاريخيين النهارده. اول لاعب في ليفربول يسجل في ديربي الميرسي سايد هدفين في ارض ايفرتون. ماتش خلص، ماتش خلص 4-1 يس. ابو صلاح جولين وجوتا جول. هو مين اللي جاب الجول الاول؟ انا نسيت مين اللي جاب الجول الاول. هندرسون، هندرسون اللي جاب الجول الاول صح. يس يس Let's go. I'm a bad liar. Bad liar.